منتجك إن كان نتورك مثلاً شبكة أو أي شيء متصل بالإنترنت قابل للاختراق. نشوف يعني مؤتمر عالمي في التعليم فوجدتنا فرصة جميلة جداً بما أني مهتم في التعليم أيضاً، فحبيت أني أبحث عن فرصة كطالب في المرحلة الثانوية تعرف على التقنيات والتقنيات المستخدمة من ضمن الجهات والشركات والجامعات. بداية اكتشفت مهاراتي أو ميولي في مجال الأمن السبراني خلال فترة الحجر، وتيحت لي الفرصة، كان عندي وقت جدا فراغ طويل من طريق التعليم الذاتي في هذا المجال وأبحر فيه وتعرف على تخصصاته والمجال بنفسه. تعطيني منتجك إن كان نتورك مثلا شبكة أو أي شيء متصل بالإنترنت قابل للاختراق، وأي شيء قابل للاختراق قبل الاختبار اختراق، فبذلك أقدر أقدم لك تقرير في جميع الفنابلتي أو الثغرات الموجودة بشكل مبسط وساعدك فيه على إقلاق. مجال الأمن السبراني أو التقنية بشكل عام هي واجهة المستقبل الحالية والمستقبلية. التقنية الآن قاعدين نشوفها في كل مكان. تجربتي في جامعة الإمام عبد الرحمن فيصل كانت بداية تعرفت أول شيء على الجامعة، حاولت أوصل للكادر التعليمي تحديدا لقسم أو عمادة تقنية المعلومات، قدرت أحصل على تصريح وتم السماح لي، وقمت بفحص أو عمل اختبار اختراق لأنظمة جامعة الإمام عبد الرحمن فيصل وكتبته بشكل تقرير كريبورت، ورفقت فيها جميع الفنابلتي مع طريقة الإصلاح الفيكس وقدمت لهم، وتم تكريمي بوسام من جامعة الإمام عبد الرحمن فيصل. تجربتي كانت أني قدرت أنا كطالب أطور علاقاتي سواء مع جامعات والجهات المتوفرة في هذا المعرض أو الجامعات العالمية، قدرت يعني بدل ما أنا أتنقل مثلا من شخص إلى شخص عن طريق الإيميل وصعوبة التواصل وما إلى ذلك، أو مثلا صعوبة السفر، قدرت أنا هنا أنتقل من دولة إلى دولة في مكان واحد وفي وقت واحد. أطمح حالياً في أن الخمس سنوات القادمة بإذن الله تعالى أن أقوم بعمل بصمة أو أضع لي بصمة على المستوى المحلي والعالمي، وأيضاً أكون من ضمن المساهمين والمؤثرين في مجال التقنية بشكل عام على المستوى العالمي.